الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد متجدد من برنامج السجان والذي تشاهدونه دائما عبر قناة الوطنية. برنامج السجان مشاهدينا الكرام يبقى وفيا لعاداته لتقاليده، يطرح كل المواضيع بسطح عال من الجرأة، ولأول مرة في الجزائر يحضر معي اليوم أستطيع أن أقول عنه أنه مجرم كاميرات خفية يتلاعب بكل شيء، يظن نفسه الناجح في الجزائر ومن أحسن الكوميديين. مراد خان حاضر معي ببرنامج السجان. مراد مرحبا بك. بك وهلا وسلم أخوي أيمن، وأنا سافي بليزير أني معك هنا في القناة الوطنية. تحياتي للعمال تاع القناة الوطنية. ومجرم ولا ماشي مجرم، أنت جريء وأنا أجرأ. تحدي هذا مراد؟ نو، جاي نتحداك. طيب مراد، نعم، خلينا مع أول سؤال. تفضل. شحال من كاميرا خفية خدمتها؟ 10 إن شاء الله. 10 في هادو العشرة؟ نعم. كاين فيهم اللي كانوا مخدومين بينك وبين الضيوف؟ كل صراحة مراد. أنا نحب الإنسان اللي يحبني يحبني كما يقول المثل، جو ريست كوم جو سوي، دونك امبوسيبل نتجرأ ونخدم كاميرا مخفية، هذه امبوسيبل، ما كاش منها هذه. وكمختص في الكاميرات الخفية، هل في الجزائر كاين كاميرات خفية مخدومين؟ وي على راسهم، كاع على راسهم مخدومين مليح تاني. ماشي متأكد؟ باش ما ندخلوش في الغيب، 99.99%. يعني هادو كامل مخدومين غير تاع مراد خان؟ لا وي، لان باش دير كاميرا مخفيه بكل تواضع وبكل احتراماتي للفنانين، ولا لازم تكون ممثل عظيم، موش تروح دير التمثيل، لازم تكون ممثل، والتمثيل رساله نبيله، والتمثيل لازم كما يقول كما علموني يعني بعض المخرجين العالميين ربي يحفظهم وكاين اللي توفاو، لما تمثل مثل بصدق، دائما دير في دماغك باللي توجور تقول كلمه اي سي سي تي فري، لان راني نقري انا ممثلين جدد وممثلين اللي مثلوا، قريت تانيت اصحاب لا كومونيكاسيون، قريت اللي عندهم شركات مصغره، قريت مام دي جورناليست كيما انت. التمثيل لازم يكون بصدق، لازم تكون صادق في كلامك. انت في طول هذه المسيره تاعك كنت صادق في كل شيء مراد؟ الحمد لله. تتجاوز على الناس اللي غلطوا في حقك؟ وي. تسامح؟ والله الذي لا اله غيره غير مسامحين الى يوم الدين. خليني نطرح عليك سؤال. تفضل. كاين سليم حليموش. وي. سليم حليموش من بين الشباب الجزائريين. وي. اللي تفانى في العمل تاعو بكل صراحه. نقدر نعرف سبب خلافك معه وعلاش ما تهضرش معه؟ نو، نهضر معه، نتلاقاو نهضروا، تلاقينا في الجنازه تاع الله يعلم شكون الله يرحمه، نو نكلمو، ما عنديش خلاف معه. انا بالك شي با، بالك انا نحب لا كونكورونس تكون بمحبه، ما تكونش بالكره، نحب لا كونكورونس تكون محبه ماشي بالكره. ها خويا ايمن دار ايميسيون شابه، انا مالف ندير لي زيميسيون، ماذا بيا ندير مليح حاجه ما خير باش نطلعوا الثقافه الجزائريه، ماشي باش نريب ايمن. هذا هو، هذه سي سا ليرور، ندير حاجه خير منك باش نريبك، ماشي باش نتعاونوا نطلعوا الثقافه. مي ان شاء الله على كل حال، انا نتمنى ان شاء الله على كل حال من كل الفنانين وانا اولهم على كل حال نسيو كيفاش نتحابوا بيناتنا. مراد تفضل. علاش قررت انك ما تخدمش في رمضان هذا الجاي ان شاء الله؟ نو، ما نخدمش. كاين بعض الاعمال يعني تعرضوا عليا. السبب؟ راح ندير مسرحيه باش ندير بها لا تورني. بعيدا عن المسرحيه، اعطيني الاسباب الحقيقيه. نو، اسباب مراد انت تعرفني وانا نعرفك، وعلى بالك باللي ماشي انا اللي تنطبق علي هذه الاجابات تاع مسرحيه وتاع عندي ما عنديش، انت تعرف جيدا أمام من؟ الأعمال اللي تعرضوا عليا ماشي قدي، أنا نحب كوستيم قدي. صغار ولا كبار؟ لا هو صغير عليا بزاف، لأن الحاجة الكبيرة تقدر كما يقول لك تروطي. تطور واش كان؟
منو نو دور كمال قاعد دور شرير دور كمال، ولكن شفت كي قريت السيناريو ما عجبنيش. دونك لماذا دائما يقع الاختيار على دور الشرير؟ انا لان هي هذه حقيقتك. نعم مراد في الواقع. نعم حقيقتك انك شرير. اوي اوي شرير. انا شوف الحقيقه شرير مع الاشرار، لان لكن الوالد تاعك رحمه الله لم يكن شريرا لتتكلم معه بتلك الفظاعه وذلك الكلام. نقطعك بابا لو كان تعاودها. اوي اوي الله يرحمه على كل حال. وي فكرتني اخويا تايا، جيت من اجراء وقيل نحن هبط لتحت. الله يرحمه شيخ وي، كنا في، انا كنت نسكن في ارجي سونت لافي ديزلي، الله يرحمه الشيخ، كنا نقصروا انا وياه ويشتيني بزاف باسكو يزكيلي بلي ما عندوش القلب. يعني توجور نقول تهلاو في الوالدين سي ربي يرحمه ان شاء الله. كنا نقصروا انا وياه وضحكته حتى شبع وململني. بابا كي يهضر بالجيجليه انا نحب نعندو، يقول لي اطلع شوف امك. نقول له الشيخ ما زيدش تبدل لي امي يا اخي. قال لي قلت لك اطلع شوف امك. قلت له قسما بربي الكعبه تزيد تبدل لي ما غير نقطعك. احكم الخزر انا من النص، حطها هنا قدام رجله، معناتها يرفدها يجيبها لي هنا. قال لي اطلع شوف امك وقطع. حكمته من يده وقطعته طريق. يعني كي قلت له نقطعك قطعته، يعني طاح لي بالضحك الله يرحمه برحمه الله. مراد اسمح لي. اسمح. ماشي باش نجرح لك مشاعرك. نو جامي. لكن اكيد تبقى ذكرى سيئه في حياتك انك رحت لعبت ماتش والوالد كان يحتضر. وي. كان على فراش الموت رحمه الله. قدرت تتجاوز هذه الذكرى؟ الله يرحمه. الله يرحمه. وي على كل حال. وي سي جوست الله يرحمه. كنت نقصر معاه الله يرحمه، كنت نقصر معاه بيان، قصرنا ضحكنا هكذا. هو يحب كي ندير له ماساج الله يرحمه هكذا، يحب كي ندير له ماساج. بعد كنت راه كان عندي ماتش، خليته في الدار نورمال باش تشوف باللي يعني باش تشوف باللي والموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل، يعني الانسان ما يعرفش وقتاش يموت. رحت نلعب ماتش، انا خرجت منه بديت الماتش هو بدا يحتضر، بدا في سكرة الموت، شغل يطلع ويهبط هكا، يطلع ويهبط الله يرحمه. قريب زيت سوايع ونص هو يحتضر. بعد زقاولي طلعت شفتو يطلع ويهبط ويخرخر ما كاش عينيه في السماء هكذايا. سقسيت الوالدة الله يرحمها، قلت لها كشما قال كشما شهد كشما خلى وصايا كشما. قالت لي يا وليدي ملي خليته هو هكذا، ملي رحت انا عام ملي رحت يعني طلع زوج. قلت لهم دقيقة برك خلوني نهضر معاه. شفت فيه ديريكت قلت له محمود إلاك تشوف فيا إلاك تسمع فيا شوف فيا. دار لي هك شاف فيا مليح لي زيو دون لي زيو الله يرحمه. قلت له واش بيك يا اخي؟ قلت له واش بيك؟ قلت له لا اله الا الله محمد رسول الله، الحمد لله هذا فضل الله. رفد يدو في السماء لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني الله يرحمه برحمه الله على كل حال. مراد وي خويا، ربما من اسوء الاشياء اللي مر بها الانسان في هذه الحياه انه يفقد الوالدين. الظهر يتعرى، الظهر يتعرى. باسكو كاين ناس يقولوا كلمه سامحني لا تسمح لي بين قوسين خويا ايمن، كاين ناس يقولوا باسكو النبي صلى الله عليه وسلم يقولها امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، ما على بالهمش واش معناتها ثلاث مرات امك، ما على بالهمش. هي امك الاولى هي اللي ترفد، امك الثانيه هي اللي تزيد، وامك الثالثه هي اللي ترضع، الرابعة بعد باباك يرفد كلش. هذه ما يعرفوهاش هذه. الله يرحمهم إن شاء الله. استغفر الله. إخوة تجيب واحد الله يرحمهم ويرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مراد. وي إخوة. حياة صعبة. أوي أوي. حياة أصعب مش صعبة، أصعب. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة عوذها القناعة. من كثرة ما صعيبات خليك تعيش شرير. وي شرير. شرير قولا وليس فعلا. ما تخافش كي يكون شرير بالقول برك ما تخافوش. خاف من اللي ما يخافش ربي، من اللي يخاف ربي ما تخافش منه. هذا هو صحيح. صح. عندك صديق في ولاية جيجل. وي. عندي أصدقاء مش غير صديق. ف...
في واحد الصيف كنت في احد مدن ولايه جيجل بازول صحيح؟ والعمل له العمل. شكون اللي اتصل بك بعد ما قضيت العطله هناك ورجعت للجزائر العاصمه؟ وي حسين، وي حسين جيجلي، نوجه له تحيه من هذا المنبر، ليه وباباه ويماه وخوته على كل حال. اللي كان شغل من العائله. انا مراد كنت نشوف في احد التصريحات كنت انت وحسين حسين الجيجلي اللي نحييوه من منبر السجان، انا فقط اطرح الموضوع حسين. في سنه 2009 اتصل بك حسين الجيجلي. وي لاول مره. وي شحال قاعد عندك في الدار؟ المده تاع كاميرا مخفيه، يعني هي كي اتصل بيا عطاو له الرقم تاعي، قال لي انت مراد خان؟ وي انا حسين من جيجل الله يبارك، وليد بلادي ما كانش مشكل. قال لي يا ودي انا ممثل وكذايا، ونشوف باللي انا لان كي واحد اللي يقول لي هكذا نشوف روحي انا كي كنت صغير ثاني كذلك، كاين شي رجال كاين ربي يرحمهم اللي عاونوني وعطوني يد المساعده، وحنا يعني الحمد لله. قلت له واش نحن نقول لكم، اي انسان ما لازمش يكون زواخ، الزوخ ما يزيدش في الرجله، يعني كون اونات مع الناس. قلت له شوف خويا على كل حال مرحبا بك، ولكن انا كيفك تكون خدمه الله يبارك، ما كانتش خدمه. قلت له اذا كانت يا خويا. طيب انت اتصل بك وقدمت له يد المساعده بلا مزيتي، بلا مزيتك كما راك تقول. خليني نسالك وجاوبني بكل صراحه. بصراحه ما كانش مشكله. حسيت بالالم انه ما عيطلكش كي كنت في ولايه جيجل حتى بعد انك قضيت العطله بكل صراحه؟ شوف ايمن، لا صراحه ماشي ايمن، ماشي بصح هذه تاع ما عيطليش، مش عارف منين جبتها، ما عليناش. يعني جيت تروازيام جور تلاقينا، طلعنا لواحد المناطق فيها الشلال فيها الماء وكذا، بعد بالك مشغول، بالك انسانك تعرف هو ثاني درك راهو فنان كبير ثاني، ما نساوش ثاني. انا حاجه اللي تاثرت فيا يعني درني جور من هذا، من هالرحله ما زادش بان. بعد اي طريقه اللي اسكن حقت الالجي، كيفاش ما ودعتنيش من بو تقول لي لحقت الالجي؟ نو معليش في هذه الكاميرا وجه له رساله. لا والله المهبول، انت كليت الملح في دارهم وش بيك؟ بابا ويما رام خوتي وش بيك؟ مهبول ما كان حتى مشكل بيناتنا، ويبقى حاجه وحده نقول له زيد دير الكاميرا كاشي راك مليح كمل هكذاك. ما شاء الله، تحياتي لك ولاد جيجل كامل ولا فامي عموره كامل من دخله الخرجه وناس بوشرقه. والله يعني ما واش حاجه وحده ان شاء الله برك انسان كل حفو جامي، يعني نقولها كنصيحه. انا شكون اللي كان سبه باش الناس ولا تعرفني؟ هذا فضل الله حاجه الاولى، وحاجه ثانيه هشام مصباح بكلمه برك باش يعني كنا نخدموا سينما انا وياه وكذا، كلمه برك ما حسدنيش. من نحب انايا خاوتي فنانين ولا فنانات ولا نامبورت، واحد ما يحسد واحد، الارزاق بيد الله. مراد هذا ما كان. وي بابا عندي بزاف ما شفتكش في مهرجانات. مهرجانات؟ اوه غلط خويا، اسمح لي راك غلط. كنت ننتظر نشوفك في مهرجان وهران. وهران؟ نعم في الايام الماضيه. ولا وهران فيه مهرجان؟ وهران كاين مهرجان، كاين مهرجان في وهران. نعم ما سمعتش. مهرجان دولي بالك عرضوا غير حضروا فيه كامل الممثلين، بالك عرضوا غير الفنانين. فوالا بالك الفنانين عرضوهم. كان حتى ايضا صناع المحتوى. ما شاء الله اي فوالا هذوك الفنانين. باسكو انا العام اللي فات كنت فيستيفال دو كان، يعني اللي يكون في علمك خويا ايمن. على هذه طرحت السؤال، انه في مهرجان كان بفرنسا تمت دعوتك للحضور. نعم لفيلم عمر لافريز. استغربت وهذا سؤال بريء مراد. وي معليش انا السبب مام عندها عامين داروا فيستيفال في شرق الجزائر وقيلا مهرجان عنابة للسينما. الله يعلم للسينما ماشي للمسلسلات. اي فوالا عرضوا، يعني عرضوا صحاب طليان وعرضوا لا كازا دي بابل. لا كازا دي بابل الله اعلم ماشي فيلم سينما ومسلسل، ولكن مليح يعني انسان ويتعلم، احنا نتعلموا بالك المسلسلات ولا خير من السينما. مراد على بالك علاش ما عرضوكش؟ ربي يعلم. لكن انت خرجت شويه من اعمالك السينمائيه واصبحت من نعم
اصحاب التيك توك. عندي ليكون في علمك وعلم الجميع وبكل يعني بكل تواضع بك توم يعني كما اقول لك توت موديستي، عندي 32 فيلم سينما خويا. نعم، وفي التيك توك شحال عندك الان؟ عندي 460 يوم اللي دخلت للتيك توك، لان اصحاب التيك توك راحوا للتلفزيون، احنا نولوا للتيك توك. هذه هي الدنيا هكذا يا اخي، الدنيا دوره كما يقولوا. ولا احتراماتي لصحاب التيك توك من الدخله للخرجه، لان كي ندخل للحانوت ونلقاه اكرمكم الله ماشي لافو تاع الخدام، سي لافو تاع المعلم. دونك اهل التيك توك انا نحييهم هذا المنبر. لماذا تيك توك ولا انستغرام ولا يوتيوب ولا يوتيوبر ولا؟ لان كل واحد يحب يعمل، كل واحد يحب يوري العمل تاعو في التلفزيون، وهادو من حقهم، لان الساحه الفنيه ماشي تاعي ولا تاعك، تاع طول مود اين كونديسيون. اللي يجيبو يعمل معاه هو لازم يكون مربي باش يربي هذاك اللي جا، يعطي له يحطو سير لي راي ويقول له هاي التلفازه. لان ما نساوش باللي الكاميرا هاي ليك، كي ندخل من الكاميرا نخرج للبلازما، كي نخرج من البلازما نلقى الصالون فيه يما ويماك اختي واختك، معناتها احترم ابروسي فمك مليح باش تقول كلمه. هادو والدينا وهادو خياتنا وهادو زواجنا وهادو بناتنا وهذا بابانا وهادو مخاوتنا ويمانا. دونك انا نحب بكل احتراماتي من جو سيت با لي شان، حاشا لي ما يستاهلوش، ولكن كاين اللي راح لهم كيش يقول لك الحياه، والحياء من الايمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. صح نديروا حاجه، كاين سينما، كاين تلفزيون، كاين المسرح. الدنيا ماهيش غير تلفزيون خويا، عندي مسرحيه راح ندير بها لا تورني ناسيونال اي انترناسيونال باذن الله تعالى. سي اون بياس اكسترا اوردينار مع عزيز فلاق، راح نديروا ان ديو ان شاء الله كي توجد ان شاء الله الى كتب ربي، نجي لخويا وافيك كرون بليزير ويشوفوها ان شاء الله الجمهور العريض بحول الله تعالى. تهدر على الفن والعفن. والعفن؟ نعم. هذه نحطوا تحتها خط عريض. مراد. جو بريفير رقيق خير من عريض. وي حبيبي. أنت كبير عليا وتعرف. ربي يكبر شانك الكبير، الله سبحانه وتعالى. احنا كاع رانا نتعلموا رانا. أنا بصراحة استغربت لما شفتك في منصة تيك توك تعمل بث مباشر. هل حضرت وجه لوجه؟ حبيت نسقسيك وشنو هي الاسباب اللي خلاتك؟ ما عندك حتى اسباب، ما كان حتى اسباب. تيك توك تعرف ندير لايف كما قلت انت بث مباشر، والحمد لله يطلعوا 500 600 حتى الانكا، نحكي كل نهار، ماشي كل نهار يعني 3 فوا بار سومان، كل نهار اللي نفتح فيه نديروا موضوع. نهار ندير موضوع على الوالدين، نهار ندير موضوع على لي زونفون ابوندوني، نهار ندير على الطلاق، على الزواج، نديروا على رفض الزواج، نديروا على لماذا رفض الزواج. هذا يعني كل نهار مواضيع، والحمد لله لقيت كما نقول كرد الفعل ما شاء الله. الناس كاين اللي دفنوا والديهم تحكي، يعني الراجل يحكي والمرأة تحكي في اللايف، يقول لك انا دفنت بابا وانا نشوف فيه غير بالكاميرا ويبكي، ويعني في اللايف. ويعني علاش كي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه حديث، يعني يقول لك بلغوا عني ولو ايه، والدل على الخير كفاعله. انسان كي يقول كلمه حاجه واحده. تيك توك تيك توك كانت عنده كان الناس عندهم فكره عليه نو. شوف الرداء راهي هنا والرداء راهي هنا، وهي الحاجه المليحه راهي هنا. دونك الحاجه المليحه كل ما تكبر تدني الرداء، تدني الرداء باذن الله تعالى. كما يقول القبيلي افوزك فوز، اليد في اليد ان شاء الله تتنحى الرداء باذن الله. وعلاش لا؟ منصه، كل واحد عنده منصه تاعو، والحمد لله مام لي لايف تاعي نديرهم في الدار قدام ولادي ونورمال، لاني نعرف واش نهضر ونعرف واش نجيب. مراد خان تفضل حبيبي. لنفرض هذه راح تكون اخر دقيقه بحياه نعم الشرير مراد خان. نعم. واش راح يكون كلامك في اخر دقيقه؟ نعم. واش راح تكون كلامك للناس اللي ظلموك؟ نعم. وللناس اللي درت فيهم الشر بالدرجه الاولى؟ اخر دقيقه ما نقدرش نخمم على هذا كامل، نخمم زوج حاجات. ان شاء الله ان شاء الله تكون حاجه مستجابه. جميع اللي ظلمني راهم سامح دنيا واخره، هذه الاولى. وحاجه اللي نطلب السماح هي من الزوجه تاعي، نقول لها استسمحك
ونطلب منك السماح الى يوم الدين. هذا ما كان. ايش درت لها؟ نو راك تعرف حياه الفنان. راك تعرف حياه الفنان غير انا الوالدين الحمد لله سمحوا لي وراضيين عليا واللهم ارحمهم واغفر لهم وارحم امه محمد وكاع والدين خاوتنا وخياتنا. اما يعني لان حاله الفنان 6 شهور هنا شهر هنا 4 ايام هنا 5 ايام راك في فهمت مسكينه وهي رفدت الاولاد وهي اللي ربات وهي اللي عاونت وهي اللي قاسات وهي كذا يعني سي لا سول فام او موند اللي نطلب منها السماح سي ما فهم هذا ما كان. ما تقولهاش نحبك. سي مهبول ولا تادي كيما نقول تشوف مليح كاين الحب انا نقول حاجه واحده كاين الحب الا تعطيني معليش نفهمها الحب معنى معليش ايمن شكرا. هذا كلام الزوجه تاعك. لا يعني ما من الزوجه ولكن بور تو الموند الحب هي الحب هي كلمه من كاس كاس كي يكون كاس معمر بالماء يولي كوب يعني كلام قديم يقول له حب مليء بالماء سمي بالحب والحب فيه زوج حروف الحاء والباء معناتها الحرب البارده لما الانسان يحب يولي الحرب البارده مع نفسه واعلى درجه الحب هي العشق كاين العين والشين والقاف دونك العين هو العقل الشين الشعور والقاف هو القلب دونك انسان لما يحب حاجه بالعشق ماشي بالقشع لان توجور نعقل حاجه تعجبني نشعر بها ومن بعد نولي مراد هذا الكلام كنت تقولوا لها قبل الزواج نعم هذا الكلام كنت تقولوا لها قبل الزواج بيانسيار على بها بها حصل في واحد شرير مثلك يعني اكيد الكلام هذا اثر فيها اسمح لي يعني قلت كلمه برك كلمه الشرير بس شابه تعجبني بزاف من عندك ايمن الشرير صدقني ما كاينش شوف انسان 38 سنة من بعد رحت ليه وبستو منه وقلت له صح اسمح لي 38 سنة من قبل كان رمضان كنت صغير نتكيف نفرت عليه قال لي الله يهديك الحمد لله اني تلاقيت به وبستو منه وصلينا كيف في المسجد والحمد لله يعني شوف كاين حاجة واحدة ما كاش في الدنيا كل ابن آدم خطأ خير الخطائين توبون انسان ما كاش ما يغلطش في الدنيا تعلم تطلب السماح وتعلم تحب اخوك وتعلم تسامح ثاني باسكو كما تدين تودان سامح يسامحك اكيد مراد شكرا لك كثيرا سررت كثيرا بلقائك اليوم الله يطول عمرك اتمنى لك كل التوفيق في حياتك المهنيه وحياتك الشخصيه ايضا خلي لك حريه الختام كلمه اخيره للشعب الجزائري ومتابعي مراد خان واش نقول لكم ربي يحفظكم خوتي ميرسي اللي صبرتوا معنا هاد الدقائق هذو والله يعطيكم الخير ان شاء الله كنا ما كناش تقال عليكم نحبكم كامل 58 ولايه والله الذي لا اله غيره غير نحبكم كامل ربي يحفظكم ان شاء الله نقول العائله الكريمه تحياتي لكم الزوجه ودراري كامل نقول لهم ربي يحفظكم كاين حبيبي بركي لا تسمح قال لي قل لي دير لي ديديكاس نقول له يا خويا هذا ليك خويا نادير وناس ترفل على كل حال وناس راحت لوطوروت كيما لا ديالو هنا اسمع سعيد حمدي فوالا نعاودها معليش كملها كيما لا 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 نعاودها سماطه بتخليها بعفويه عادي جدا حبيبي العزيز خويا نادير وناس ترفل على كل حال وناس ها يا سيدي سعيد حمدي نقول لك تحياتي ليك ربي يحفظك انت ثاني ربي يبارك فيك انت ثاني خويا ايمن خوتي يعطيكم الخير ميرسي ان شاء الله ما كناش صامتين شكرا مراد مشاهدينا الكرام إلى هنا وصلنا لنهاية عددنا لنهار اليوم من برنامج السجان على أمل أن نلقاكم في العدد القادم بحول الله مع ضيوف آخرين إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي أنا وكل الطاقم العامل بهذا البرنامج دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء